شو موضوع المكان هذا؟ هذا المكان هسه احنا فوق جبال اراكات غرب يريوان. اوكي، هذه المنطقه يقولون منطقه خالي من المجال المغناطيسي، يعني الظاهره الفيزيائيه غريبه بصراحه، انا مو اختصاص، لكن هسه احنا نشوف الارض، شو تشوف انت؟ نزله نازله تحت منحدر يعني. صحيح، يعني هسه لو خلينا هنا الكره، المفروض الكره تدحرج للاسفل، بندير مي، المي المفروض يجري للاسفل، لكن الظاهره هذه هنا ما موجوده. هسه اذا ندير مي هنا المي يرتفع للخلف، يمشي الكره، اذا تخليه هنا تدحرج الكره تصعد. هسه احنا ما عندنا لا كره لا عندنا المي، عندنا السياره، هذه السياره راح نخليها عن ناتشرال، وانا ما اخليه هنا. اخونا محمد البلوشي الاماراتي ضيفنا، هو راح يركب السياره ونصور لكم الكير بانه عن ناتشرال، ونعوم في السياره هي تصعد الحالة للخلف. يلا بس مو تخلي على البق وترجع تقول خليت. صور المي هسه، هسه وصور الشارع مرتفع امامنا، صحيح؟ صحيح، يبين، يجوز بالكاميرا مو واضح، لكن امامنا مرتفع. هسه اذا نشاهد هذا المي المتجمع، اذا نشاهد المي بهالشكل صاير، يعني احنا نعرف الماء ياخذ مستوى عدل سطح الماء، لكن هنا الماء مائل، دا تشوفوه بالعين مجرد لو انا غلطان. صح. واضح صحيح؟ صح. وامامنا مرتفع. السياره راح نكررها ايضا في المنطقة ايضا، نخليها على الناتشرال. صور لهنا الان، انا ضاغط البريك، راح ارفع رجلي من البريك، السياره بدات ترتفع. شوف الناتشرال، صور الجير هذا هنا ناتشرال، هنا ناتشرال، شوف وتسرع السياره، المرتفع وجاي تسرع. اللي عنده تحليل لهذه الظاهره نرجو ان يكتبها بالكومنتات، واي واحد في بلده موجود الظاهرة ايضا يقدر يذكر لنا اياها، يعني خلي يكون تواصل بيننا من خلال الكومنت هذا. هسه احنا راح نجرب الظاهرة. تنتبهون؟ السيارة بحالة بوش، واحنا جاي نرتفع، هذه هي الظاهرة. هذه المنطقة راح توقف بنص الشارع وبحالة بوش. طبعا ارجوكم ان تثقوا بالظاهر، يعني ما عندي بيها مصلحه، مجرد دنقول حتى السواح هنا يكون عندهم على يقين فيما لو زاروا هالمنطقه يشوفوها ويتعرفوا عليها. اذا حبيتوا تزورون هذه المنطقه وتشوفون هذه الظاهره بنفسكم حتى تتاكدون من صحتها، بامكانكم الاتصال بأرارات للسياحه على الرقم المعروض اسفل الشاشه. كان معكم هايك دانيال من أرارات للسياحه.